طلعوني. الله أكبر عليكم، الله أكبر على كل ظالم إن شاء الله. قصة معاناة لا تنتهي، تبدأ من لحظة الاعتقال غالبا بناء على تهم كيدية أو وشايات كاذبة، ولا تنتهي بما يلاقيه ذوو المعتقل من عنة وجور لرؤية أولئك المغيبين خلف القضبان. 12 سنة من طالب بالعفو العامل، كل الولد التعبانة والله بعد شي سطحين وجيت كروي، والله ما عندنا، وعند أربع بنات، الناشد كل شريف، كل عدة غيرة، كل عدة غيرة، ينظر الحال الأمهات والأبات هاي وايد جهال. أنا محافظة كمبار قضاء الفلوجة، هذا بخاري عمره 16 سنة، حكمه 24 سنة، ما يصير هيك، هاي يقضي عمره بالسجن، ما عنده حال، هو الوحيد لأمه. ناشد الحكومة بين عفو العام لبرياء. محاكمات هزلية تخفي وراءها نفسا طائفيا مقيتا، هذا ما يؤكده بعض ذوي المعتقلين الذين يروون قصصا مروعة عما واجهوه أثناء وبعد اعتقال أبنائهم. مخبر سر احنا علينا، والقاتل عندهم موجود بالجرائم، وطلعوا الكواتم من عندهم، وطلعوا السيارة من عنده، واحنا ابرياء وكل شيء ما عندنا، دولة من غير فئه واحنا من غير فئه، اجوا اخذوا الحج واخذوا ابني، ذاك الثاني الصغير خابرته، من خابرته حطاه بالسياره، من التعذيب اثر التعذيب مالته، ادى الاعترافات بالقوه، ولحد الان انحكم عليه 5 اعدامات و7 مؤبدات، وقاضي قدش كبره يقول لنا تعرفوني الحسين والعباس، ليش؟ احنا شنو؟ احنا يهود؟ هاي دموع الأمهات ستنقلب ببالا ونارا عليكم في الدنيا قبل جهنم الآخرة، وأنا مسؤول عن هذا كلام أقوله، تتحملون وزرها أنتم إلى يوم القيامة إذا ما تترحمون بهاي الناس. هذه كلها تتعيط وتصيح، آباء وأمهات وأطفال كلها أولادها 90% مظلومة، والسجون اكتظت، والوباء انتشر، والناس ما عادت تصرف، حوانيتكم دمرتها. أهالي السجناء جددوا دعواتهم بالعفو العام عن آلاف المعتقلين الأبرياء الذين تضج بهم السجون بعد أن فشل القضاء في إحقاق الحق ورفع الظلم. القضاء هو اللي يسيطر على الجريمة، وأدعو الفايق زيدان، الأستاذ فايق زيدان، خلي بس مجرد يقرأ الأوراق التحقيقية، مو مجرد يوقعون على ضابير مال إعدام، يحكمون الابرياء بالاعدام. هسه احنا وين نطوج؟ وانا وين المن نشتكي؟ المن نشتكي؟ قلوا لنا المن نشتكي؟ يا هل نشتكي يمه؟ يا رئيس وزراء، يا حلبوسي، يا رئيس جمهوريه، يعني ما عندكم رحمه، ما عندكم شويه رحمه قلوبكم. سنوات مرت على ماساه الاف المعتقلين دون أن يلوح أي حل في الأفق، تزيد من بشاعة تلك السنوات قسوة الإجراءات الحكومية التي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية والعدالة.